سكينة مدينة النظر، الكل يسأل في آخر لحظة سحب التزكية، شنو غتقول؟ شنو هي الرسالة ديالك اليوم؟ هذا الصدد ديال سحب التزكية يعني هنا على الحزب شاف المصلحة ديالنا وديال التحالفات، وانا ضروري خصني ننظر للأوامر ديال الحزب، لان انا مسؤول حزبي هنا، لازم خصني ننظر للأوامر ديال الحزب لان فيها المصلحة ديالنا والمصلحة ديال البلاد. السلام عليكم. شكرا جزيلا.